كان واضح قربك من رستم باشا، بس ما تخيلت قرابك لهالقد، عن جد استغربت. برجع بقلك أنا بعرف منيح شو عم ساوي. ما كان في داعي يا عمتي إنك تاخدي الباشا لسريرك لتعملي لحالك قيمة، أنت قوية وكتير غنية. تأدب يا ولد، أنا عمتك، أنا غراسيا مينديس. هالمرة مرقتها، بس أوعك مرة تانية تتجرأ وتحاكيني بهالطريقة الوسخة هاي. أنا عم حذرك من اللي جاي، لأنه يا عمتي علاقتك مع الوزير الأعظم شي مو منيح أبداً لمستقبلك هون، وخاصة أنه هالوزير الأعظم هو صهر السلطان سليمان بذاته. مريم، إن شاء الله صحتك منيحة وما عم تتوجعي. هلأ من بعد ما شفت وشك وتباركت فيه راح كل وجعي، بس في غصة بقلبي. لو كانت أمي معنا كانت رح تفرح كتير بحفيدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اسمك عثمان، اسمك عثمان، اسمك عثمان. اللهم اجعله من عبادك الصالحين البارين يا أرحم الراحمين. اللهم احميه من كل سوء. آمين. اللهم اسعده في حياته. آمين. اللهم احفظه للدولة العليا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين. مولاي، سلطانة، كأنه ابننا أجا قبل موعده، مو هيك يا سلطانة؟ عثمان، الحمد لله وأخيرا الله طعمني ولد. تركتني وحيدة وأنا عم أولد يا رستم. أنا ما رح أنسى هالشي بنوب. كنت عند السنيورة ما هيك؟ صدقيني ما بعرف عن شو عم تحكي يا مريم. اصحك إنك تستغبيني، أنا بعرف كل شي. هاي المرة زارتك أكتر من مرة، ولما كانت تجي كان مبين إنه في بيناتكن علاقة. بعرف وين عم بتقضي الليالي اللي ما عم شوفك فيها. وانتي مو غلطانة، مو هيك؟ يكون بعلمك يا مريم انتي سبب بهالحالة اللي وصلنا له. توسلتلك لحتى تحبيني طول هالسنين، وكل مرة كنتي تعامليني على اني واحد غريب وما له قيمة عندك، وهلأ جاي حتى تحاسبيني.
ادخل. باشا سمو الأمير بيزيد هون وطالب يشوفك. خير إن شاء الله، ما اليوم الصبح كان هون. أنا طلبت منه يجي. ادخل. سمو الأمير، كيف ابنك بيولد وما بتشوفه؟ شفته يا سمو الأمير، أنا كنت مشغول بأعمال الدولة وبعدين هو إجا قبل وقته. الأولاد والعيلة مهمين يا رستم باشا، أنا قلت لك من قبل لا تهملهم أبداً. في موضوع كتير مهم، سمعت إنه سمو الأمير سليم جايب معه لهون صندوق حضرتك بعت له إياه من قبل، وهذا الصندوق رح ينزع علاقتك بالسلطان إذا وصل له. كيف عرفت بالموضوع؟ سامحني يا سمو الأمير، بس يلي قلته مزبوط ولا لا؟ مزبوط بس ناقص. الأمير سليم إذا اتهمني رح يورط حاله قبلي يا رستم. بدي أعرف كل شيء يا سمو الأمير، بس اسمح لي بالأول. يا حراس خبروا لمصطفى باشا خليه يجي فورا. انت شو عم تستنى يا سمو الأمير؟ مولاي السلطان لازم يشوف شو في بقلب هالصندوق. هاي أول مرة بيطلع فيها مولانا من بعد الجنازة، بس هالشي مو معناته إنه حزنه انتهى. أنا واثق إنه رح يتألم على فقدان السلطان ليوم ما ماتوا. رح ننطر كم يوم كمان. مثل ما بدك. ما في داعي للعجل بنوب، كل الأمور هلأ لصالح نوربانو. كل رجال الدولة المهمين صاروا جنبك إلا رستم باشا، هو لساته مصر يبقى جنب بيزيد. مين بيعرف يا نوربانو، بجوز يغير رأيه قريبا. أنا كنت رح أقطع له راسه، بس سليم طلب رحمتي، ذكرني بالمرحوم أخي جيهانجير ومصطفى، وغير هيك أنا كنت واعد السلطانة ما قدرت. كيف قدر الأمير سليم يساوي فيك هيك؟ ادخل. سمو الأمير باشا، قالوا لي سليم لساته محتفظ بالصندوق اللي بعدت له إياه وجابه معه لهون على العاصمة، مزبوط هالحكي؟ والله هي أول مرة بسمع شي بخصوص الصندوق. نحن بعتناك لعند الأمير لحتى تكون عيوننا وآذاننا وتخبرنا بكل شيء جديد مشان ناخد احتياطاتنا. بصراحة هو ما عاد وثق فيني من لما منعت سمو الأمير سليم من كتابة رسالة لمولانا السلطان، بعدني عن كل المواضيع المهمة. خلاص مو مشكلة، لأنه إذا سليم أخذ الصندوق لمولانا هو اللي رح يتضرر. أنت يا مصطفى شاهد على كل شيء صار بقصر مانيسا، ولما تأكد كلامي مولانا رح يصدقني أكيد. حكوم بصفك يا سمو الأمير. وأخيراً يا أمي، وأخيراً صار عندي أخ صغير. الحمد لله يا بنتي، الله يبعث لكم العمر الطويل إليك ولأخوكي. آمين آمين. ما شاء الله عليه، واضح إنه رح يطلع ذكي كتير. سلطانة، طالما رستم باشا ماله معنا إن شاء الله طبعه بيطلع مثل حضرتك.
سلطانة؟ بترجاكي يا سلطانة لا تزعلي حالك، لأنه لا سمح الله ممكن ينقطع حليب حضرتك. طلع عم يشوفها يا سنبول. سنيورة مينديز متأكدة إنه في شي بيناتهم. بشوية رواق كله بينحل يا سلطانة. المهم ما تنقهري مشانها التافهة. لا تخلي هالسنيورة هي تساوي اللي بدها إياه وتهدم لك بيتك. السلطانة هيام كان بدها حضرتك تضلي متزوجة برستم باشا. أمي سنبول، لو كانت أمي مكاني شو كانت رح تعمل؟ كانت المرحومة حذرت هالسنيورة كتير، كانت فهمتها لهالتافهة شو يعني تلعبي مع سلطانة. الله يرحمها شو كانت قاسية وصعبة مع أعدائها. عثمان عم بينام منيح يا سلطانة. الحكيمة فحصته اليوم الصبح وبشرتنا انه صحته منيحة واموره كلها تمام. سلطانة، سلطانة مش الحال، حذرنا السنيورة مينديز التحذير المناسب. ممتاز، اذا كانت ذكية مثل ما عم بيقولوا رح تفهم انه لازم تبعد عنه. بظن رح تفهم يا سلطانة، والله العظيم إذا ما فهمت وضلت تزعج حضرتك أنا بنفسي رح أخلص منها وقتها. مين سوا هالشي؟ لك كيف فاتوا على غرفتي وما حدا حس عليهم؟ أنت شو كنتي متوقعة؟ مساوي علاقة بالحرام مع صهر السلطان سليمان وما بدك إنه يصير هيك شغلة؟ كيف؟ معقول عرفوا بعلاقتنا؟ خبروني إنه السلطانة مريم كانت شاكة. معقول هي اللي عملتها؟ يلي ساوى هالعملة قاصد إنه يوصل لك رسالة. قطعي علاقتك مع الباشا وفورا، وإلا رح يصيبك مثل هالخانم، رح يخلصوا منك. لك أنت مو عارف عن شو القصة. علاقتي برستون باشا مو بس علاقة شغل، حتى لو أنا بعدت هو ما رح يستغنى عني. قصدك أنت يلي مو قادرة مو هيك؟ يا رب شو هالمصيبة؟ شو رح ساوي هلا؟ لا تتردد يا سمو الأمير، لازم تستفيد من هاي الفرصة، وإذا ما تحركنا هلا أكيد رح نخسر. لا تنسى أبدا شو قالت البصارة. عم يقولوا إنه وضع الملك شار كان سيء كتير يا مولاي، والحكمة قطعوا الأمل منه ورح يموت بأي لحظة. أدخل. مولاي غطنفر هات الصندوق. بعد إذنك يا مولاي، في موضوع حابب وضحه لجلالتك. مولاي من بعد إذنك. إذا سمحتوا بدي رستم باشا يكون موجود يا مولاي.
يلي رح أقوله بهم حضرته كمان، لأنه القصة بتخص الدولة. خليك هون يا باشا. أنا سكتت قبل هالشي بسبب وفاة المرحومة والدتي، وكنت رح ضل ساكت على طول كرمال خاطرة يا مولاي، بس للأسف سمو الأمير بيازيد لساته عم بيهددني وخلاني انجبر أحكي لجلالتك. هالفستان بعت لي يا أخي بيازيد يا مولاي، وهذا المكتوب كمان. ممتازين يا سمو الأمير، يا خوفي يتغلبوا عليك. والله صار بينخاف منهم. سمو الأمير، مولانا السلطان طالب يشوف حضرتك فورا. ماشي فرحات أغا. بظن سليم بلش يتحرك. لقمان أغا، بعت خبر ورا مصطفى باشا وخليكن جاهز، يمكن احتاج شهادته معي. أمرك يا سمو الأمير. ما كنت حابب ازعج جلالتك بهيك شغلة، بس أنا انجبرت. أخي الأمير بيزيد ما خلى قدامي ولا حل تاني، وأنا مو حابب إنه يؤذيه أو يؤذيني. أدخل. مولاي، صحيح إنك بعتت هذا الصندوق لأخوك سليم يا بيزيد؟ مزبوط مولاي، أنا بعدته، بس إن شاء الله يكون أخي وضح لكم سبب هالتصرف. أنت خبرني شو السبب. بما إنه بدك تسمعني رح خبرك القصة من الأول. من فترة يا مولاي، ومن شان دفع مصاريف التكية اللي بولايتي، طلبت دعمها من السلطانة مريم، وهي بعتت لي ياهن. قاموا رجال سمو الأمير يا مولاي قطعوا طريق اللي جابوا لي الأموال، وبس عرفت بالموضوع قبضت عليهم، ومن شان حذروا بعتت راس قائدهم على القصر تبعه. بس للأسف سليم ما تعلم درس من هالشي، رجع سمم لي الأكل تبعي يا مولاي، وكنت رح موت. ولحاسبه على هالعملة رحت على قصره، بس المرحومة السلطانة تدخلت. دستور جلالة السلطانة هيام، وكرمال خاطرها سكتت ونسيت الموضوع كله. وبعد فترة قصيرة رجع وخلف بوعده، وكان بده يشكيني لجلالتك. رحت أنا بعدت له هالصندوق هاد، وطلبت منه ما عاد يخطط لشي من وراي مثل النسوان، ويجي يواجهني بوشي مثل ما بيساوي الرجال. واجا على الموعد، بس للأسف عمل لي فخ لحتى يقتلني. أنا كنت متوقع هالشي وأخذ احتياطاتي، وتقاتلنا رجل لرجل وغلبته. كان فيني أقتله بس عفيت عنه يا مولاي، حذرته للمرة الأخيرة وتركته. والله شاهد على كلامي يا مولاي، كل الشغلات اللي قلتها لجلالتك مزبوطة.
ومصطفى باشا بيعرف الموضوع كله وشاهد عليه. إذا كان جلالتك مو واثق فيني فيك تسأله هو عند الباب. باشا، صحيح يلي قاله سمو الأمير بيزيد عن أخوه سمو الأمير سليم إنه الأمير سليم سرق ذهب الأمير بيزيد وكان بده يقتله؟ مولاي، سمو الأمير بيزيد جبرني أشهد معه وطلب مني أكد على كلامه مع أنه مو صحيح، بس أنا ما بقدر أكذب أخون جلالتك. أنت شو عم تقول يا مصطفى؟ كيف بتخوني وبتغدر فيني؟ أي نوع من الرجال أنت؟ يا زيد، سكر تمك. أنت أمير ولا عطا طريق؟ كيف بتتجرأ تسوي هيك؟ صدقني يا مولاي هذا كله كذب، هنن متفقين مع بعض ليورطوني. سكر تمك. لك مو أنت بلسانك اللي طلبت شهادة مصطفى باشا؟ هدول اتفقوا علي، أنا متأكد إنه مصطفى عمل اتفاق مع سليم. كل يلي قالوا عني كذب يا مولاي. وانت خلاص خلاص يا خسارة، انتو ما بتخجلوا على حالكن؟ شوفوا كيف عم تطلعوا ببعض. لك انا لعدوي ما طلعت فيه هيك. روح من وشي فورا قبل ما ساوي شي انتب عليه. مولاي مصطفى، انت واحد حقير وبلا اخلاق، انت ما رح تنفوت باللي ساويته، والله العظيم رح اخنقك بايدي. بكفي بيزيد، روح من هون. هداك اليوم كان لازم اقطع لك راسك بسيفي واخلص منك يا سليم. سمو الامير، لو سمحت لازم نروح هلا بلا ما نزيد الامور تعقيد. سمو الامير، مولاي تعالي مريم اعدي. سمعت باللي صار واكيد ماني جاي دافع عن يلي عمله اخي بيزيد، بس ما بعتقد انه هو المذنب الوحيد يا مولاي. بترجاكم تفكروا، بيزيد ما بيضايق سليم بدون سبب، أكيد الاثنين عليهم حق. أنت لا تتعبي حالك بهالموضوع يا مريم، ما صار لك زمان قايمة من الولادة، ارجعي على قصرك وريحي جسمك منيح. كيف بدي ارتاح وشايفة أخي بيزيد عم يتعذب؟ بترجاك تسامحه، من وقت توفت أمي والدنيا ضاقت علي ما فيني اتحمل أكتر. كل شخص بده يدفع ثمن الخطأ اللي سواه يا مريم، وإلا ما رح يكون في عدالة أبداً بدولتنا، ما في استثناءات. أكيد بيزيد لازم يتحاسب، بس أنا بتوقع تكون عادل مثل كل مرة يا مولاي. سليم كمان مذنب مثله. صار فيك تروحي هلأ مريم.
إن شاء الله السلطانة مريم تقدر تصل لنتيجة وتظهر لمولانا السلطان الحقيقة. ما بظن يا رستم باشا، مولانا بحياته ما تصرف معي بإنصاف وما رح يعملها هالمرة. ادخل. سمو الأمير باشا، ابنك عثمان موجوع شوي، الحكيمة بدها تسأل شوية أسئلة بخصوص الولد، والسلطانة مريم ما لها موجودة بالقصر. عن إذن سموك. باشا. بعدين يا زال بعدين. باشا، ابنك منيح وما فيه شيء يا باشا. أنا طلبت من خديجة تحكي هيك مشان حضرتك تجي. شوفي، بعتت السنيورة مينديز. حضرة الباشا، ما كنت حابة استدعيك بهيك وقت، بس الموضوع كتير مهم، تعال على قصري بأسرع وقت. تعال معي. قرب يا رستم باشا. والله طلع تأثير السنيورة مينديز عليك كبير يا باشا، بما انك اجيت فورا. ما بيجوز صهر السلطان سليمان انه يساوي علاقة مع مرة تانية، خصوصا اذا كان الشخص زوج بنته المدللة مريم، مو هيك يا سوكولو؟ مزبوط يا سمو الأمير. أنت كيف ممكن تساوي هيك عملي يا باشا؟ بهالعملة مو بس رح تخسر منصبك، كمان رح تخسر رأسك. كل شي صار مفهوم. إيه بس في شغلة واحدة ما فهمتها يا سمو الأمير. إذا كانت نيتكن إنه تكشفوا هذا الشيء لمولانا، ليش إجيتوا لهون وجبتوني إلي كمان؟ كنت مفكرك رجل ذكي. أنا من قبل عرضت عليك موضوع وسألتك إذا كنت رح تفكر بمستقبلك وتوقف جنبي ضد الأمير بايزيد. شكلك فكرت منيح يا رستم، وهذا الواضح قدامي. شفت يا رستم باشا، انت كنت شاهد على اللي صار اليوم. حلفاء الامير بايزيد فكروا بمستقبلهم وتركوه وصفوا معي، واجا دورك. لكن الوضع هلا اختلف كتير، لازم تثبت انه بتستحق تكون معي. وهلا شو المطلوب؟ السلطان سليمان رح يعلن حكمه بكرة يا باشا. إذا مفكر رح يعدم بتكون غلطان يا سمو الأمير. إذا ضل هيك رح تكون هاي نهايته. بكفي هلأ إنه ينفى. بدي بايزيد ينفى على ولاية بعيدة عن العاصمة يا باشا، وهالشي أنت رح تقترحه على السلطان، وأنا رح أقلك على أي ولاية. Thank you.
فرحة أغا. خبر مولانا أني أجي تشوفه. أمرك يا باشا. يشهد علي ربي، رح حاول امنع نشوب الحرب بين الأمراء يا سلطانة، وأحميهن من غضب مولانا سلطان سليمان عليهن، ورح أعمل كل يلي بقدر عليه إن شاء الله. بودك بهالشي. مولانا بانتظارك يا باشا. الأمير سليم والأمير بيزيد ولدك، إنهما من روحك ودمك، إن اختيار واحد منهما هو تخليك عن الآخر، والأمير الذي تخليتم عنه سيحسد الأمير الآخر وسيحقد عليه. أدخل. مولاي، سمو الأمراء صاروا هون. أنت جمعت كل الخونة والكذابين ليصيروا معك يا سليم، ما فاجأتني أبداً. شخص كذاب ومنافق مثل مصطفى ما بيليق فيني، بالعكس بيليق بواحد مثلك. إذا مصطفى باشا اختار أنه يصف معي بيكون شاف مين فينا الأفضل لحكم الدولة العثمانية العلية. مولانا السلطان بانتظاركم. انتو اتنين خيبتوا ظني وظن امكم فيكم، بالاخص انت يا بيزيد. مو قادر سامحكن على الشي اللي سويتوه. بيزيد عينتك اعتبارا من اليوم على ولاية دماسيا. ما بستحق هالشي يا مولاي، ما بستحق العقاب. لهلا عندك الجرأة انك ترد بوشي؟ سليم، وانت عينتك على ولاية قونيا، ان شاء الله هالشي يكون في خير للجميع. الأمر والطاعة لجلالتكم يا سلطان. ترجعوا على ولاياتكم فورا وبتحضروا حالكم وبتروحوا للولايات اللي عينتكم عليها، فيكن تمشوا. مولاي. ادخل. سلطانة، باشا. احكي شو صار؟ مولانا عين سمو الأمير بيزيد على ولاية أماسيا. أنت شو عم بتقول؟ طيب ليش أماسيا من بين كل هالولايات؟ هي ولاية المرحوم سمو الأمير مصطفى. التقدير والاحترام لك يا مولاي العظيم. اقتراحي المتواضع لحضرتك إنه ينبعث الأمير بيزيد لولاية أماسيا لأنها بعيدة، وهذا التعيين بيحمل معنى تاني كمان. من خلاله بيفهم الأمير أنه عم يمشي بطريق ما بتليق لا بحضرته لا بحضرتك، ونهايته وخيمة. لا تزعل لأنه نحن رايحين على ولاية قونيا يا سمو الأمير، لأن مقارنة بأماسيا حنكون أقرب للعاصمة. أعتبره نصر كبير. مزبوط، بس ولاية ساروهان كانت كتير مهمة بالنسبة إلي. ما رح تضرنا طالما هي فاضية وما عليها أي حاكم. ليش عملت هيك يا سليم؟ ليش تآمرت على بيزيد؟ انت لا تتدخلي بهذا الموضوع، هالشي بيني وبين بيزيد. انا كمان طرف بهاللعبة يا سليم، وانا ورا تعيينك على قونيا. من بعد اليوم لازم تنتبه لكل تحركاتك، واذا غلطت رح خليك تندم. في ايه يا مريم؟
لا تنسي انت مانك السلطانة هويام، يعني قد ما حاولتي انك تتصرفي مثله وقد ما وقفتي بجنب يزيد هالشي ما رح يفيد، ما فيك تمنعي انتصاري عليه ابدا. اصحك يا مريم، اصحك. بقترح عليك انه تحسني علاقتك فيني، لانه اللي واقف قدامك سلطان العالم المستقبلي.